ہمارے دونوں عزیز استنجا کے لیے گئے ہوئے ہوئے اس بندے گنہگار سے تلاوت کی درخواست کی جا رہی ہے. اگر آپ کی توجہ اور آپ کی دعا رہے گی تو انشاءاللہ کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محللين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم صدق الله ورسوله يا بالحق لتدخلن المسجد معلمين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فعلم ما لم ت
فتحا قريبا. الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في زيند ان شاء الله. فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. ما شاء الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.